في شيء ترفعه عشان لا ينزل الكرسي. اه طيب لحظه. لا لا خلاص خلاص وضع والله كويس انا مريح كذا. مريح خلاص امشي ترتاح انت. السلام عليكم كيف الحال معكم دحماس؟ عيوننا عندنا الاخ الفاضل الظريف اللي يمتعكم دائما بمقولاته الشهيره طبعا اللي هو تسليك كان استغفر الله العظيم. لا لا طيب اليوم يعني شوف ترى شوف المايك اول شيء هذه الغلطات الاولى كان هنا وانت صوتك ازعج الناس فالحين بنمسك كذا. طيب انت امسك الايباد وانا امسك المايك. انا جايب لك الحين هذا عشان نشوف كويس. اول يقول ايش ترى الانعكاس حق لون البلاي ستيشن الازرق وما ادري ايش. والله مي واضحه يا ابوي ايفون والله مي واضحه لون البلاي ستيشن 4 ازرق. لا 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 هذا اللمبه حق اللمبه عكس. سوني هذا حسلو في الدور على الناس فصلوا عليك يا ابوي ما عليك قلت لك هذا ما في عذر شوف وطالع وركز. تمام تمام لا والله مره تمام خلاص. طيب هذا المعذر على تسليك حق الحلقه اللي فاتت عد سامحونا يعني كأول مرة أظهر قدام كاميرا وقدام القناة وكذا شيء طبيعي الواحد يكون منحرج أو يزبد يعني تلقاه منحرج شيء طبيعي. الحين لا هذه المرة بيكون في شوية تزبيد بيكون في شيء جدي يعني وكذا خليك كذا أنا بتكلم برا. أنا ما أخذه كله. حرب الستة بهذه حلقة كم 40 مميزة عشان كذا 40 وعندي أنا بعد ما عندك مشكلة يلا روح. نبدأ بأول مشاركة من عبد اللطيف كاتب لي أنا شخص طموح صانع محتوى لدي أفكار لا منتهية عن صنع حواسيب أحتاج دعم لعلي يوما أصنع شيئا يفيد مجتمعنا. ندعمك حقيقي. نشوف إيش عندك يلا يلا بسم الله. وهذا الستة ويا حبيبي الله شوف كيف الطاولة كاستم وتلفزيون ريح راسه. أنا ما راح أقول شيء بس أنا صراحة ذا يعني وشوف شوف البي سي تدري وين تحت الطاولة تفرج يا مسلم إيش هذا إيش هذا مو ذي الدرجة عاد أنت كمان يعني شوفوا يا أخوان لا لا من جد يعني البي سي تحت الطاولة كيف كذا يا أبوي أنت بتسوي كابل مانجت من تحت يا اخي بالله لا تخليني افطس ضحك. لا لا ما نبغى احنا يعني يا اخي لا لا نثبت لهم وكذا. لا هو هذا شيخ عليه يعني هو وصفه هو قصده انك انت ما شاء الله عليك يعني شغلك مرتب. انا استغربت وين البي سي مو في الطاوله فين شايف شاشه انا معلقه بس شوف ملصقها ما اعرف والله ما شاء الله عليك يا اخي كذا تحت جاي يعني كيف ما تطيح. ما انا من عارف كيف مسوي انت ملصق غره هو غره هذا غره والله يمكن تطيح ايش بك فيه باور سبلاي مروحه ممكن اهنيك بس على السيت اب يعني والله الحركه صراحه ضحكتني شويه. هو مواصفات البي سي كرت جي تي اكس 960 رامات 16 ومعالج رايزن 3 2200 جي مواصفات حلوه اخوي. ننتقل للسيت اب الثاني من مو كاتب اسمه الفرج 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 هذا السيت اب حقه يا هو ايش هذا حاط لي خياطه يا هو خياطه آلة خياطة في السيت اب يا هو دي لحظة هي ايش وظيفتها يعني ايش وظيفتها آلة خياطة يخيط لك الماوس الباد يحطه ما ادري والله ايش يدران انا بس آلة خياطة هذا اللي نعرفه يا اخي يعني مطفرين رهيبين يا اخي والله مبدعين والله والله افكار اول مرة اشوف زي كذا يعني انا اول مرة اشوف زي كذا آلة خياطة على سيت اب بس تأكد هي آلة خياطة ولا احنا قلنا كذا لا واضح يا اخي هذه الآلة اللي كذا وتقعد تنقش القماش طيب في فتحات عليها هذه ايش يا ابوي انا مكيف مروحه ذي مروحه يا هو هذه مروحه يا شيخ يا ابوي اصبر خلني اشوف صوره ثانيه انا ما ابغى يعني انا متاكد يعني من شايفها مروحه صراحه ما ابغى افتي انا عشان لا احد يقول ذا ما ادري ايه وذا ما ادري انا ما ابغى افتي منهم بس انا شايف مروحه في فتحات والله عليها. طبعا مواصفات اللابتوب هو اتش بي ورام 6 جيجا وكرت انفيديا 5100 ام ومعالج اي 5 قديم ما اعرف ايش القديم لكن الله يعني لكن ان شاء الله تتطور في السيت اب يعني هو يعني حق تمشي حاله البي سي بس انا الحركه الحلوه المبدعه انه حط اله خياطه لا اصبر يا اخي شوف ركز ها انا شايفها كانها مروحه مدري انا والله ما ادري صراحه انت قول لنا قول لنا اياها في الكومنت قول ايش قول لنا في التعليقات ايش اللي مركب ورا اله خياطه ايش وظيفتها ايش الوظيفه بتكون يعطيك العافيه نروح للسيت اب اللي بعده من السلام عليكم حبيت اشارك بالسيت اب البسيط حبيت ينزل بالحلقة الأربعين والله شوف هذا فاهمنا هذا شكله متابع الحلقات من البداية شكله فاهمنا شكله في سيت اب خطير كاتب تقول تقدر تقول سيت اب تراثي بسيط تراثي طيب. بسيط تحمست أنا بسرعة لف لف كونسول بلاي ستيشن 4 زي كذا لف يا هو بسم الله تفضل شوف أنا فكرتها ترى سوبر ماركت ما أدري ما شايف أنا رأس كامل علب شيء غريب شوف شوف بالله ركز والله سيت اب أول مرة في القناة شوف علب بيبسي كوكا كولا
قديمة السلام. قديمة عام 1999 يا جماعة. شكله ذا شكله ذا يحب يجمع الأشياء القديمة ويحطها شكله. شكله ما شاء الله يعني كبير في السن. تحياتي لك يعني انك تتابع. شوف التلفونات القديمة والحركات الحلوة هذه. والله تلفون قديم، شوف هذا العهد اللي يا اخي قديم. والله كنا بقالة. جوالات ايش اسمه ذا؟ الباندا والمدري ايش. والشيطان ذا مدري. لا لا اسمه باندا والان 70 اللي اسمه نوكيا. ان 70 الطق ذي والله والله اهنيك يا اخي. ادري عطورات تحت ايش عندك؟ عطورات وسيارات قديمة عندك. جيمس القديم ذا ابو. ابو غمارة أيه. راديو كلاسيك والله راديو والله هنيك مطرب هو لو شكرا انك شاركت والله يعني مشاركة حلوة. شوف البيبسي علب البيبسي يا اخي نظيفة قديمة قديمة كيف انت محافظ عليها كيف جمعها صح والله كيف محافظ عليها شوف علب بيبسي وسفن بس الشاشة صراحة يعني مع التراث القديم هذا والشاشة ال سي دي والله ما شاء الله وعندك كمبيوتر العال رجع للزمن القديم ذا الله ودي ادخل الغرفه دي انا والله زمن الطيبين يا اخي ما شاء الله كمبيوتر عالم مع بلاي ستيشن 4 عاد اليد اليد اللي يجيك زي كذا وسطيله ايوه روقان يا اخي زرين بس ابي خلاص والله ادهلنا هذا صراحه صراحه في كمبيوتر صخر اللي هو ذاك القديم حتى ما لحق ما اعرفه والله بس قد سمعت هذا مواليد كم 80 ذا والله قديم شكله سبعينات ذا يعني ممكن عمره 40 بما ان الحلقه 40 يعني ممكن شكله على عمر الحلقة يعني عشان هو والله قال كذا والله يعطيك العافية صراحة أنا لو كمشاهد راح أصوت لك لأنه شيء أنا يعني بصوت له دحين بعد ما يخلص المقطع بروح أصوت له على طول شيء مرتب شيء قديم علب نيدو ما أدري وش ذي الحليب علب ال بس الغرفة مرتبة حلوة يعني مزبطها فاهم تراثية أيوه مزبط. والله أهنيك يعطيك العافية أخوي نروح للست بلي بعدهم من أقرأ اسمه أنت عاد ذي المرة عشان يعني تغير جو أقرأ هنا إيش مكتوب ما ماجد ماجد وهذا الست اب حق ماجد والله اكبر ابو ظهر يا سلام بس وضعه الوضع يعني يا اخوي الكيبورد مغبر يعني وضعه بس في الاخير احنا حبينا نحطك عشان يعني نوع من ايش تزيد معنوياته التحفيز المعنوي ايوه شيء زي كذا لعل وعسى انه ايش يتطور مستقبلا ايوه والله يا ابوي يا ابوي يبي احترمني احترمني انا قبل الجمهور يا شيخ انت على راسي يا شيخ ايش بك انت والجمهور على راسي من فوق ايش بك وانت برضو على كل الجمهور على راسي من فوق تتفقين عليها كله على راسي احترمني ايش التسليك هذا يعني نحاول انك لا تقول لا 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 مو طبعا شوفوا في يعني حركات ابداعيه في السيت اب عنده مثلا ايش الكيس فكه من فوق نوع من التهوية ان شاء الله ان الوضع يتطور اكثر تحط مروحه وسماعات من النوع الرخيص الكويس اللي يمشي الحال سماعات صح ايوه سماعات سبيكرات هو راسل لي والله صور قليل حاب يشارك انا حبيت يعني برضه اخليه يستمتع شويه يستاهل يا شيخ فرحه شويه ايوه لازم هو يشارك اكيد يبغى انا اشوف السيت اب وما يعني ايش اسوي يلا افرح ما اقدر ارسل لك لازم نقول اللي موجود انا والله قلت اللي عندي وابد الله يرزقك ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله يعطيك العافيه اخوي نروح للسيت اب اللي بعده من عبد الرحمن الشماوت شماوت كاتبها بالعربي عبد الرحمن الشموط شموط ايه هذا الست اب يا حبيبي وبوف ما شاء الله ايش الحركه ذي الغريبه شوف الشاشه الطاوله كذا محشوره مجمع اشياء كثير فيها الشاشه مقدمها أيوة ومخلي من ورا كل الكابل مانجمنت والاسلاك واليو اس بي والهارد ديسك وهذه المفكات يسمونها مفكات العلبه ذي ايه والله الصراحه يعني الكابل مانجمنت حلو في الست اب يا جماعه شوف كيف اوافقك والله مبدعين يا اخي هذا مبدع لانه حط اللابتوب فوق ما يبى شاشته موصل الشاشه في جي اي او اتش دي ماي على مقدمة. الشاشه مقدمه شويه مو مرجعه تكون قريبه منه فهمت ايه. ثاني شيء اصلا ما تدخل الشاشه جوا تلقاها لانه في رف فوق يمكن الشاشه ما تدخل قام طلعها برا ما ادري تدخل جوا هي ولا ما تدخل ما تدخل ممكن هي ما تدخل فمسوي حركه بالشاشه هنا واللاب ستاند الستاند وراه ماسكه سيت اب مرتب ونظيف ومشكور على المشاركه لا لسه في مواصفات بي سي ابو ايش مشكور على المشاركه حمس شويه اي 7 مواصفات اللابتوب طبعا اي 7 7700 اتش كيو على كرت 1050 تي ورامات 8 كاتب لي ان الطاوله شغل نجار وتفصيل حسب الطلب ورف تحت لا سيت اب والله نظيف مربع كذا وفي كمان فيجر فوق كرتوني يعطيك العافيه يا طيب نروح للسيت اب اللي بعده من اي اتش جيمر وخذ السيت اب شوف الابداع شوف الفن شوف تفضل يلا تحفني انا شايف شيء غريب هنا الكيبورد اول شيء غريب ما ادري اول مره اشوفه الكيبورد من العهد الكلاسيكي يا اخوان اللي هو سكري اصفر أيوة. كذا والكيس هذا وليش مقلوب الكيس ايش حاط فيه عشان يريح التوصيله عليه انت شايف التوصيله مريح عشان تريح او التوصيله عشان لا تولع عليك لا سمح الله يعني طيب وليش قالب الكيس يعني ما هي حركه عشان يعني ما عنده طاوله انت شايف الكوميدينا
حط عليها الكيس خلاص. ممكن يقدر يحطه بالطول لكن ما هو الشكل. شوف هي حركة لو حطه بالطول الكمدينة صغيرة، فلما نحطه بالطول راح يجي شكل الكيس بايخ كذا تحت الشاشة، بس لما نحطه على الكمدينة صار مستوي مع سطح الطاولة. فبالتالي عندي يحط شاهي، عندي يحط أكل، يعني كان استخدمها كأنها طاولة، استخدمها كأنه الطاولة، حط فيها أي شيء، توصيل أي شيء، طاولة مكملة للطاولة اللي عنده. طبعا هذه تحريات كلب، ويعني يمكن والله ما أدري بس القطع ما تتأثر، القطع هي جوا ما تصير فيه شيء ولا حاجة، لأن هو قالب الكيس يمكن تصير فيه مشكلة. لا لا عادي 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 عادي. أنا أقول لها لو عادي لو إيزي. إنك قلبته كذا قال ما راح يصير شيء، قطع ما راح صلاح بالشكل، خذ راحتك، أهم شيء تريح التوصيلة. هذه أهم شيء. أحلى شيء الكيبورد والماوس، هذا كيبورد وماوس من العهد القديم الكيبورد التسعينات، حتى الماوس هذا أبو كورة تذكره. أيوة. كيبورد قديم ذا. أخي دقيقة، الكيبورد ده لازم يعطيه ذاك اللي شارك معنا اللي عنده رفوف، لازم تعطيه. والله المفروض إنك تعطيه، والله حول له يا رب. مو راسل لي مواصفاته لكن واضح إنه من الأشياء القديمة، كارت فيو ولا شيء أقدم من بريميوم ولا. يعطيك العافية. عموما نروح للستب اللي بعده من عمار، وهذا الستب وذي المرة. واو. شوف الطرب، شوف ما شاء الله يعني الفن. واو. شوف السيديات فوق كيف مرتبة، فيجرز كسر الصوت بعد هذه الحاطة. شوف أي ولا حقت كسر الصوت فوق الطاولة، وكان أبا جنبه تعمل هنا يقوم يريح هنا، ما عليه الوضع هنا مزبوط. لا والله قصدك يعني عشان الكرسي. إيه والله الكرسي حقك شوي مو مريح، وما أخذ زاوية كمان، اللي طلعه في الزاوية. أي واحد يأخذ زاوية يعرف إنه عنده شيء يبي يريح فيه كرسي ولا صح. أيوة أي لا لا والله صح. عندك كمان الكيس شوف صابغه احمر، ترى قال لي انه مسوي كاستم. حاط لصق عفوا كابل مانجمنت ما شاء الله للاشياء اليو اس بي وكذا، مسوي زيك ملصقها. ايوه ايش دخل عادي كل الناس سووا. ما شاء الله انا ما سويت، ما ادري انا يمكن ما وصلتني الفكره دي. طبعت اسد على نفس الطاوله، ترى هو كتب لي انه مشخطه السيديات بدل ما يرميها، لانه تعرف دحين ستيم خلاص كل شيء ديجيتال. انا عندي بلاك ابس 2 شاري من زمان سي دي للبي سي، خلاص فعلت الكود ما احتاج السي دي، فليش ارمي؟ خلاص احطه زين، احس ما له داعي اصلا. خلاص خلاص يعني خلاص، لانه كل شيء ديجيتال ما تحتاج السي دي اصلا. اعطيك العافيه، مشاركه حلوه صراحه. والله صراحه ستب ذا ما ادري عجبني صراحه مره، حلو حلو الوان اللد والالوان اللي ورا مره معطي الوان. هي لازم تعطي شكل ما ادري كيف. روح للستب اللي بعده من سعود المنصور، وهذا الستب حق سعود. وشوف الكلام سعود المنصور، شوف السبيكرات الاربعه ما شاء الله، حط لك ساعه فوق ووضعه صراحه نفس نفس الكيبورد اللي معايا، بس هذا ميكانيكا اللي عندي. لا ايوه راح جريزر جريزر. أيوة. السبيكرات هو المضخم والكرسي ذاك مريح عارفه. مواصفات البي سي حقه جي تي اكس 960 على معالج اي 5 6500، رامات كم مو كاتب. عموما يعطيك العافيه، مشاركه جميله وحظك اوفر مرقدمه. حظك اوفر. ها ايش قاعدين في برنامج تلفزيوني، حظ اوفر للمتصل. ايش يا ابوي نشوفك مره، نشوفك مره ثانيه نعطيني فرصه اتكلم، انت تقاطعني كثير. طيب يلا ما كملت انا خلاص، حظ اوفر وخلاص. كمل يا ابوي. يا ابوي ايش الصوت هذا، ارحمني يا هو. يلا يا هو ايش الصوت هذا الحين، انت تقول حظ اوفر وللمرات القادمه؟ والله تعودت عليها في البثوث حقتك يعني، تعودت من الصوت. تحطها فين؟ ها اي لا والله سمعتها منك انا وتعودت. طيب انت تقلدني في كل شيء، انقز انقز من فوق العماره تنقز وراي. لا ما انقز معك، بس الحركه دي اسويها انا لازم. الصوت هذا عجبني انا، يريحني. ما شاء الله شايفين. نروح للستب اللي بعده من سلمان سليمان، وما شاء الله الستب حق سليمان لابتوب بس، لكن ايش اللي مريحني؟ المنظر. هذا عايش في بريطانيا كاتب. اوه اجل وضعك صراحه يعني، انا حاطك بس عشان منظر الشباك هذا. مبتعث شكله الرجال، مبتعث الظاهر. والله اصبر خليني اقرا. انا رايح بريطانيا لغه، معلش رايح انجليزي وكذا. اللغه هي فشيء طبيعي. عنده في الرياض خلاص لابتوب في الرياض، ما ادري يمكن يكون قوي ويكون حلوه. فانا حطيتك والله منظر يا اخي، والله منظر حلو ترى ما شاء الله. جنبه شباك خلاص هو يلعب خلاص طول كذا، بس طول يساره طول يساره بس يريح. هذا السيت اب الثاني حق الاخ اللي من الرياض. ها ما شاء الله. ولا لا كويس يعني بلاستيك عندي شيء شغل مرتب. يعطيك العافيه. روح للسيت اب اللي بعده من صالح. وهذا السيت اب حق صالح، ريح راسه الادمي. الله الشاشة هناك والطاولة هنا يا الله العظيم يا أخي تحفة يا أخي يا أخي تحفة والله. طفرين هذولا يا أخي والله مبدعين، على رأسي كلكم مبدعين ما شاء الله. يعني ريح راسه، لا فلوس ولا طاولة للتلفزيون، الشاشة لأنها كبيرة قام حطها بعيد أظن 40 بوصة عشان كذا، كيف يقربها 40 كيف يشوف؟ قام قال إيش رجعها ورا وأنا أقعد ورا.
يعني لا قدام هو يرجع ورا يريح معلش. اي والله عليك وصف ما ادري ارجعها ورا وارجع ورا اللي فهمته انت ايش بس الزبده. ايوه يعني زي ما قال هذا الشاشه قدام وهو ورا خلاص والكيس في النص واللي بيعدي يكسر واللي ما بيعدي اي واحد بس جاء رجوله بس بيطيح على طول يمكن تشقله بيطيح الشاشه ولا طلع ما ادري انا وين الدنيا والله ايش هذا ايش هذا الساوند افكت هو صار اصوات تطلع ولا ايش مواصفات عندك كيبورد كولر ماستر وبي سي جي 5400 بنتيوم مع كرت راديون ار 550 حظ اوفر مره ثانيه حظ اوفر ان شاء الله خلصنا والله ترى ما شاء الله يعطيكم الف عافيه يا جماعه اليوم جبنا هذا عشان الاخ ما يقعد يقول لي لمعه البلاي ستيشن تعكس في الايفون حقك ترى انت مغير الوان غير الوان الايفون اكس يا ابوي واضح بس يا شيخ ما عندي سالفه انا كنت لو تعود المقطع ذاك شفته ازرق انت تقول لي لا والله راح هناك رجع الريفلكشن و جواله فيه مشكله انا شاك في امر الجوال انا المهم على العموم السوني ذاك نسخه خاصه زي ما يقولوا انا معاكم يلا المعذره على التسليك الحلقه اللي فاتت والله فصلوا عليك العذر والسموحة للمشاهدين والأخ الفاضل دحمس لا أنا عادي ما عليك أنا أنت عادي والله فري عندك ها؟ بس الناس فصلوا عليك لا ما عليك كمان في فصلة على هرجة ثانية ولا إيش الكلاجة حقتي ولا أظن هي فيك ما أدري لابد في كلاجات الواحد يرمي على ما يقول أول مرة يظهر يعني أيوة أول مرة يظهر يعني الواحد أكيد حيرمي لك أي شيء لا مو أي شيء جبت العيد أنا عندك انت لا لا حبه حبه يتطور الواحد والله خلاص يلا قفل انت ذي المره عشان تتطور بعدين يلا حياكم الله ونشوفكم في حرب السته بالمره الجايه مع اخوي العزيز دحماس وطال الزهراني مع السلامه.